الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فقد ذكر الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعض المخازي التي ارتكبها الكفار من بني إسرائيل، أنهم في عهد نبي الله سليمان عليه السلام تركوا الزبور كتاب الله واتبعوا ما ألقت إليهم الشياطين من كتب السحر. فبعث سيدنا سليمان عليه السلام بعض جنوده وجمع تلك الكتب فجعلها في الصندوق، ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يقترب من الكرسي وإلا احترق. وقال سليمان عليه السلام: لا أسمع أحداً يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. وكان الشياطين مغتاظين من نبي الله سليمان عليه السلام، لأن الله أعطاه سرا، فكانوا يطيعونه مع كفرهم من غير أن يؤمنوا، كانوا يخدمونه ويعملون له أعمالا شاقة. ولما مات سليمان عليه السلام وقل عدد العلماء الذين عرفوا ماذا فعل سليمان عليه السلام بكتب السحر وأنه دفنها تحت كرسيه، ومضى جيل وأتى غيره، تمثل إبليس اللعين في صورة إنسان، ثم أتى جماعة من بني إسرائيل فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا ينفد بالأخذ منه؟ قالوا: نعم. قال: إن سليمان لم يكن نبيا، إنما كان ساحرا، فاحفروا تحت كرسيه. فاعترض المسلمون وغضبوا وقالوا: بل كان سليمان نبيا مسلما مؤمنا. قال الله تعالى في سورة البقرة: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، لأنه نبي من عند الله منزه عن الكبائر والصغائر الخسة وعن كل القبائح والرذائل، فضلا عن أنه منزه عن الكفر. والحق أن السحر ليس من عمل الأنبياء عليهم السلام ولا الأولياء. ولما كثر السحرة الذين تتلمذوا على أيدي الشياطين في عهد نبي الله سليمان عليه السلام وادعوا النبوة وتحدوا الناس بالسحر، أنزل الله ملكين من ملائكته الكرام، وهما هاروت وماروت، ليعلم الناس ما هو السحر فيتمكنوا من تمييز السحر من المعجزة، ويتبين كذب السحرة في دعواهم النبوة. قال الله عز وجل: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. نزل الملكان هاروت وماروت ليظهرا للناس الفرق بين السحر المطلوب تجنبه وبين المعجزة التي هي دليل نبوة الأنبياء عليهم السلام. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فكانا يعلمان تعليم إنذار لا تعليم تشجيع له، كأنهما يقولان: لا تفعل كذا، كما لو سأل سائل عن صفة الزنا أو القتل فأخبر بصفته ليجتنبه، أو يقولان:
فلا تكفر، أي فلا تتعلم السحر معتقدا أنه حق فتكفر. وكان لا يعلمان أحدا حتى ينصحانه بأنهما جعل ابتلاء واختبارا، وبين الله في القرآن أن الملكين أقصى ما يعلمانه هو كيف يفرق بين الرجل وزوجته، وأن ضرر ذلك لا يكون إلا بمشيئة الله، لأن الله تعالى هو الذي يخلق النفع والضرر. ثم أثبت تعالى أن من يتعلم السحر ويرتكبه فهو ضرر عليه ويعود عليه بالوبال. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.